ايه مالك؟ عايز فلوس؟ انا تعبان قوي يا مروان، وفي حاجه جوايا ومش قادر اشيلها، وبصراحه عايز اريح ضميري كده واقول لك عليها وخلاص. ايه اتخانقت مع شمس؟ مروان انت الوحيد اللي وقفت جنبي في البيت ده وساعدتني، وده جميل انا مش قادر انساه لك. بس في نفس الوقت انا مش عايز اشوفك كده تعبان ومهموم وبتتحرق من جواك. ايه الالغاز اللي انت عملت تقولها دي؟ ما تتكلم طوالي. انت جيت لي مره مروان البيت وسالتني اذا كانت الست جبريه هي اللي خرجت من بيت فريده للي اتعزى ابوك ولا لا، وانا جاوبتك وقلت لك اه. بصراحه مروان انا كدبت عليك، واللي خرج من بيت فريده ليلتها تبقى الست كريمه. انت بتقول ايه؟ انطق! حسك راح فين؟ كريمه هي اللي قتلت فريده؟ ايوه كريمه هي اللي قتلتها. انا بصراحه خفت اقول لك عشان ما تولعش في البيت، بس قلت لو عرفت ان امك هي اللي قتلتها انت اكيد هتسامح امك يعني. انت عارف انا ممكن اعمل فيك ايه دلوقتي؟ انا ممكن اولع فيك. سيبني طول الفتره اللي فاتت دي وانا عمال اظلم في امي وهي بريئه؟ ليه؟ كريمه هددتني. هددتك ولا بقت نفسك ليها؟ يا جوز اختي! عشان كده جبريه ضربتك بالسكينه؟ انا بصراحه تعبانه يا مروان وعايز ارتاح، وعايز اربي ابني من غير ما اشيل ذنب حد. انت شايل ذنب انا؟ قول لي مخبي عليه يا اهداني. مين يعرف ان كريمه قتلت فريده غيرك؟ معرفش، انا كل اللي اعرفه ان انا عايزك تسامحني وخلاص. اسامحك على ايه؟ ايه؟ غور غور من قدامي غور! ازيك يا حبيبي؟ في ايه؟ اقعدي. كنت فين يا كريمه ومعز ابوي؟ كنت عندي فريده مش كده؟ ساكته ليه؟ انطقي. مش هيعرفوا. كنت فاكر ان الايام هقول لك خلاص انا جف في صفك واللي فات مات يا كريمه. الجلب تعمل كده؟ روحي طوعتك تقتلي مراه وفي بطنها ولدها؟ ايه قلبك حجر؟ والله العظيم ما كنت اقصد، والله العظيم ما كنت اقصد، وربنا وحده هو اللي شاهد عليا. انا لما رحت بسلامة نية، وكنت بدافع عن نفسي مش اكتر. انا عارفه ان انت مش هتصدقني. مهما تقولي مش هصدقك. عارفه ود ودي اخد روحك دلوقتي. تتحدفت علينا من اني داهيه؟ مصيبة سودة وجعت على دماغ عيلة عبد الجواد. قتلت مرتي وولدي ولا كأنك عملت أي حاجة.
قسما بعز جلالة الله، لولا اللي انت مرة انا كنت دفنتك مطرحك او قطعت لحمك ورميته للكلاب تنهش فيه. لكن هرجع واقول اعمل زيها؟ ابني صورة اعلى من اللي هي عملته؟ لا، عقلي بيقول لي ان انا ما اطلعش من هنا الا لما اخد روحك. عايز تموتني اعمل كده، بس بحلفك بيمين المصطفى اسال قلبك الاول، انا قصدي اموتها ولا كنت بدافع عن نفسي؟ اعمل اللي انت عايزه. مش هصدقك، اخر حاجه هقولها لك، الاهل بيدوسوا على نفسهم عشان خاطر عيالهم، وانتي دوست علينا كلنا، هرستي نهرس. روح يا شيخة، منك لله، منك لله. تعالي يا حبيبتي تعالي على مهلك. الحمد لله الواد نام. الحمد لله. الحمد لله. بقول لك ايه، لازم تاكلي وتتغذي. لا لا، اكلي ايه، انا مش جعانه خالص. لا مفيش الكلام ده، انت عايزه الواد يطلع ضعفان؟ لا ضعفان ده ايه، ما يطلع زي الفل. بقول لك ايه، انا عامله حله محشي ورق عنب من امبارح تستاهل بق، وهعمل لك جنبها اتنين فروج ولا لحمه. حله مره واحده؟ نقعد ننجنك فيها كده مع بعض. لا 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 لا، انا مش قادره خالص، ماليش نفس الحاجات دي. لازم تاكلي عشان تربرب كده وتبقي زي البطايه، تمشي في البيت يمين وشمال ويمين وشمال. ايه مزه؟ ولا يمين ولا شمال، يا بختك يا فتحي. فتحي ايه دلوقتي؟ قولي لي هتاكلي ايه؟ انا متشكره قوي يا شمس والله. متشكره على ايه بس؟ عارفه لو زينب مش هتعمل اللي انت بتعمليه ده. اما عيله مخبوله بصحيح، ايه اللي جاب سيره زينب دلوقتي؟ غاويين نكد صح؟ سيبينا اقوم اعمل لك الاكل الجميل مع المحشي والفريك والبط والوز والملوخيه وشوربه ورقاق وحمام، ونحل بصينيه كنافه ونحبس بالشاي، وبعد الملوخيه اعمل لك شوربه رقاق. بعد شوربه الرقاق سامحيني يما، سايق عليك النبي تسامحيني، انا غلطت في حقك. قولي انت عاوزه تعملي فيا، اعملي ايه؟ لو هتضربيني بالنار اضربيني وريحيني، انا راضي. بعد الشر عليك. انا عرفت كل حاجه، انا عرفت الحقيقه. عرفت ايه يا مروان؟ عرفت ان كريمه هي اللي قتلت مرتي وولدي، بس قسما بعز جلاله اللي انا ما هسيبها. مروان كانك لا عرفت ولا سمعت حاجه، فاهم ازاي يما؟ ازاي؟ زي ما بقول لك، عشان تفضل ولدي حبيبي، وادعي لك من قلبي وافضل راضي عليك. عشان اعرف من اللي قتل مرتي وولدي واكتم في قلبي واسكت؟ اسكت، عشان كلنا قدام ربنا في ميزان واحد، هو الغفور الرحيم وهو المنتقم الجبار. لو هتحاسب كريمة يبقى لازما تحاسبني أنا كمان. حاسبك على إيه يما؟ على الباب اللي فتحته للشيطان ولا عرفت شكفله.